بداية كيف ندخل على الموقع؟ نكتب سوي في جوجل وندخل على أول رابط، هذا هو موقع سوي. بدء الاستخدام، سيطلب مني التسجيل بالإيميل. إذا كان لدي إيميل على مايكروسوفت سواء كان أوتلوك أو هوتميل يفضل التسجيل به، أما إن لم يكن لدي كذلك مثلا عندي إيميل على الجيميل مثلا. نلاحظ أنه لابد من التسجيل بالموقع أولا، من أنشئ حساب ليكون لي حساب على مايكروسوفت. أدخل على أنشئ حساب، افتراضيا يضع لي نفس الإيميل هنا الذي أدخلته ثم الباسورد. والتالي سيرسل لي رمز على البريد، لابد أن أفتح البريد. وهذا فريق مايكروسوفت قد أرسل لي رمز للتحقق. أنسخ هذا الرمز وألصقه في حسابي. يطلب مني رقم الهاتف، طبعا لا يطلب مني رقم الهاتف لأنه أنا أصلا هذا الإيميل لم أوثقه برقم، ولكن يمكن أنه ما بيطلب رقم. والآن هذه طبعا كأنها ترحيب بالمستخدم. هكذا أكون قد دخلت إلى سوي وقد سجلت في الموقع. نلاحظ طالما مكتوب تسجيل خروج، إذن أنا الآن قد سجلت دخولي إلى الموقع. هذا الآن عندي موقع سوي. أكتب هنا العنوان الرئيسي للعرض، مثلا أريد عمل تقرير عن الروبوت مثلا. إبراز بمعنى تعريض النص، وتمييز بمعنى الإمالة إذا أردت إضافة ارتباط، ولا يفضل وضع ارتباط في العنوان. في الخلفية ممكن أضع خلفية، مثلا أريد بحث عن صورة تختص بالروبوت، أذهب إلى هنا المقترح. هل أنا حافظة الصورة في الون درايف أو في الون نوت؟ إذا كنت أريد البحث، طبعا لا يوجد جوجل، يوجد بينج لأنه هو محرك البحث المدعوم من مايكروسوفت. أكتب العنوان، مثلا أريد البحث عن الروبوت. هذه هنا عندي مجموعة من الصور عن الروبوتات، ممكن أختار أي منها وأجعلها خلفية عندي. لاحظوا مجرد أضغط عليها أشر عليها علامة صح ثم إضافة تندرج عندي. طيب أريد أنا الآن في التصميم، أريد رؤية العرض من تشغيل فوق في الأعلى. هذا هو الآن، لاحظوا معي الروبوت، وطبعا يوجد هناك أنماط متعددة وقوالب متعددة نتطرق لها فيما بعد. نعود لقائمة التحرير لإكمال العمل. نستكمل الإضافات على سوي. من علامة الزائد نرى ما هي الأشياء التي يمكن أن أضعها أو أضيفها هنا على سوي. ممكن أضيف عنوان، طبعا عنوان فرعي مو عنوان رئيسي. ممكن أضيف نص عادي، ممكن صورة، ممكن عندي أيضا هنا في الوسائط أضيف صورة، فيديو، صوت، تضمين. ما معنى تضمين؟ معناها أنه ممكن تغريدة في تويتر مثلا أضمنها هنا عندي في سوي، أو آتي بعمل سوي قد عملته من قبل وممكن أحطه جوة سوي ذا تبعي، حنشوفه كله بإذن الله. ممكن أحمل أيضا من جهازي صورة أو فيديو. بالنسبة للمجموعة نتطرق لها لاحقا. إذا بداية نضيف عنوان فرعي،
نقول مثلا تعريف الروبوت. ممكن تنسيقه بإبراز وتمييز، ممكن وضع خلفية، ولكني لا أريد وضع خلفية لأريكم كيف يكون بدون خلفية. أضع التعريف من إضافة نص، يمكن وضعه هنا. لاحظوا في النص طلعت لي خيارات إضافية، تعداد نقطي، تعداد رقمي، ارتباط. لاحظوا هنا، هناك عندي هنا أيضا. ما معنى هذا؟ هذا معناه حجم النص، حجم عرض النص إذا كنت أبغى صغير أو وسط. هذا هو تعريف الروبوت. الآن صغير، يمكن أن نعمل تشغيل ولاحظ الفرق. طبعا العرض عندي الآن جاي بالطريقة الأفقية. هذا تعريف الروبوت وهذا هو التعريف. لاحظتوا كيف صغير؟ ممكن أكبره، نختار الخيار الثاني ونرى الفرق. لاحظوا الخط كبر نوعا ما. طيب لو لم يعجبني هذا النمط ممكن تغييره. من أين؟ من تحرير، من تصميم الأنماط. يمكن اختيار أن يكون بالشكل العمودي مثلا، لا أريده بالشكل الأفقي. ممكن اختيار العديد من الأنماط الجميلة صراحة، يعني كلها جميلة ومتنوعة. عندي أنماط كثير، مثلا نختار أي نمط من هذه الأنماط، نختار هذا النمط مثلا، بالضغط عليه يطبق على التصميم على طول. نعمل تشغيل، لاحظوا أصبح الآن عرضي عمودي. وأضفت العنوان الفرعي وأضفت النص. نعود مرة أخرى إلى التصميم، نتأكد من أننا في الشريط القصصي، لأن التصميم اختيار الأنماط، أما الشريط القصصي هو إضافة الصور والنصوص وهكذا. نأتي الآن إلى إضافة الصور، إما من المقترح أو من الوسائط نجد الصورة. ممكن إضافة صورة واحدة أو عدة صور. ممكن تحميل الصورة من جهازي أو من بينج. أريد مثلا عن الروبوت مجموعة صور عن الروبوتات، اخترت مثلا هذه الصورة وهذه الصورة وهذه الصورة، أريد عدة صور. الآن لاحظوا تم اختيار أربع صور، يمكن إضافتها دفعة واحدة، الأربع الصور مع بعضها البعض. لاحظوا أنه عليها الأربع علامة الصح. يمكن عمل تجميع لتظهر بصورة جميلة. تجميع، مجرد الضغط على تجميع تظهر لي هذه التنسيقات في عرض الصور. نختار مثلا العرض المتسلسل، أريد الصورة صغيرة أو وسط أو كبيرة، أختار الوسط مثلا وأضغط على تشغيل. ننزل إلى الأسفل، لاحظوا معي الصور أصبح شكلها جميل جدا. يمكن تكبير الصورة من هنا واستعراضها كل على حدة، ويمكن استعراضها من نفس سوي. هذا طبعا أنا اخترت النمط. إذا أردت التعديل عليه من نوع المجموعة، لا أريد هذا مثلا، أريد هذا الشكل. تشغيل، لاحظوا تغير معايا الشكل. نستكمل الإضافات على سوي. نلاحظ وجود نوعين من الزائد، هنا زائد في الخارج ويوجد زائد أيضا في الداخل. في الداخل عند إضافة صورة أو فيديو سيكون ضمن هذه المجموعة، ولكن في الخارج سيكون إضافة جديدة. يمكننا إضافة الفيديو، مجرد الضغط على الفيديو نختار، طبعا لا نريد صور الآن، نريد من اليوتيوب أو يمكن رفعه من الجهاز. يمكن اختيار أي مقطع من المقاطع،
أيضا يمكن كالصور اختيار أكثر من مقطع وإضافة. ممكن وضع نص مع هذا الفيديو توضيحي، مثلا لو كتبنا نص يمكن جعل حجمه كبير أو وسط. نشغل الآن. لاحظ هذا الفيديو وهذا النص التوضيحي الذي كتبناه. أيضا يمكننا إضافة الصوت من وسائط الصوت. يمكن التسجيل مباشرة من سوي أو بالضغط هنا نقوم بإدراج الصوت الموجود عندنا في الكمبيوتر على سوي. مثلا ريثما ينتهي نتطرق للتضمين. التضمين بمعنى أريد تضمين في تويتر، مثلا عندي تغريدة من التغريدات التي أعجبتني يمكن إضافتها في سوي. مثلا هذه التغريدة أريد تضمينها، فأضغط على تضمين وأقوم بنسخ هذا الكود الطويل أو قصه. أذهب إلى سوي وأقوم بلصق التعليمات البرمجية هنا. هذه هي التعليمات. الآن عند التشغيل نلاحظ هذه التغريدة، يمكن أن أتفاعل معها بعمل ريتويت أو عمل لايك، متابعة صاحب الحساب. يمكن أن أتفاعل مع جميع أشياء أو خصائص تويتر وأنا في سوي. هذا هو التضمين. نعود مرة أخرى. أيضا يمكن أن أضمن عرض سوي ثاني بالحصول على مثلا بالضغط على مشاركة الحصول على تعليمة برمجية مضمنة. هذه هي التعليمة، مجرد الضغط على نسخ إلى الحافظة والرجوع مرة أخرى يمكن أن أضمنها في عرض سوي آخر. يتبقى لنا المجموعة. المجموعة يهمنا هنا المقارنة. يمكن أن أقارن صورتين بعمل مجموعة. يمكن وضع صورة هنا وصورة ثانية مثلا بالأسفل بالضغط على، نلاحظ المجموعة هنا نوعها مقارنة عند عمل تشغيل. هذه المقارنة يمكن سحبها إلى اليمين أو إلى اليسار. يمكن وضع سؤال قبلها مثلا. تبقى لدينا رابط المشاركة من مشاركة. يمكن عندي خيارين هنا، ممكن عرض وممكن تحرير. عرض بمعنى أن الشخص الآخر الذي سأعطيه الرابط فقط سيستعرض عملي أنا في سوي. أما تحرير يمكن أن يشاركني العمل، بمعنى مثلا ممكن أنا أدرج صورة هو يساعدني في التحرير ويدرج صورة معي. إذن عند إرسال هذا الرابط لأي شخص يمكنه استعراض كل ما فعلته على سوي.